في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبت نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حتى تتفرق بعض الغيوم العالية 29 درجة مئوية، أما الرطوبة 15% والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة ليوم غد. نبدأ بمنطقة تبوك، حيث تبقى تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة لزخات العديد من الأمطار 37 إلى 22، سكاكة 38 إلى 24، عرعر 38 إلى 24. المنطقة الغربية مدينة جدة 40 إلى 29، مدينة منورة فرصة لزخات العديد من الأمطار 37 إلى 26، مكة المكرمة أيضا فرصة لزخات العديد من الأمطار 42 إلى 32، نفس الشيء في الطائف 31 إلى 19. المنطقة الجنوبية الغربية فرصة لزخات العديد من الأمطار في الباحة 28 إلى 21، أبها 29 إلى 19، وجازان 37 إلى 32. المنطقة الشرقية طقس مستقر بشكل عام، الدمام تسجل 38 إلى 24، حفر الباطن 40 إلى 27، الإحساء 40 إلى 25. المنطقة الوسطى الرياض طقس غائم جزئي 38 إلى 26، بريدة 37 إلى 25، وفرصة ضعيفة لزخات العديد من الأمطار على مدينة حائل 35 إلى 23. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.